الجو اليومين دول حر جدا، عارفين ده معناه ايه؟ ترند الايس كريم رجع تاني. انا في دماغي ميكس اعمله من الشتا اللي فات، شوكولاته فليك ودانيت شوكولاته. بص ده هيطلع عظم وانا متاكد. اول حاجه هتجيب الشوكولاته تقطعها حتت صغيره خالص لحد ما تبقى عامل معاك كده بالظبط. بعد كده هتجيب كوبايه تحط فيها الدانيت عشان تسهل ان انت تمكسهم كده مع بعض. حطيت الشوكولاته قلبت كل ده مع بعضه. بص بصراحه شكلها عظم، عامله زي الشوكولاته اللي هي فريرو روشيه، كنت عايز اكلها بصراحه بدل ما اعملها ايس كريم. كده جبت الحاجات بتاعت الايس كريم بتاعتي، فضيت فيها عملت 2 بالظبط، خبطتها كده طلعت الفراغات اللي فيها. بص شكلها عامل ازاي، شكلها حلو قوي، انا بصراحه متفائل بيها. حطيتها في الفريزر، هي المفروض تاخد معايا 3 ساعات او 4 ساعات، بس انا يعني عشان خاطر بقى السحور وكده فحطيتها ساعتين بس. فبعد ساعتين انا عملها لكم على جزء واحد. بعد ساعتين طلعت معايا، بص شكلها عامل ازاي، هي جمدت بس مش قوي يعني، بس قلت ايه عشان خاطر برضو ما تاخرش على الناس. جبت كوبايه فيها ميه كده، حطيت فيها الاقماع بتاعه الايس كريم. هي ما طلعتش معايا كامله عشان ما جمدتش كلها، بس عادي انا هجربها، تعالى بقى ونشوف رايي فيها. بسم الله. شوكولاته فليك دي ملهاش اي حل بجد، مع الدانيت ملهاش اي حل. استنى رايي، وانت فاكر بعد الغيبه دي كلها عن ترند الايس كريم هعمل حاجه وحشه؟ باشا بقولك بفكر فيها من الشتا اللي فات، عظمه عظمه حرفيا عظمه.